قاسية جدا كرة القدم في أوقات كتير. كلنا عندنا ذكريات سيئة في حياتنا التشجيعية، وردود فعلنا بتختلف. في اللي بيعيط، في اللي بيبلم، وفي اللي لحظة ما الماتش يخلص بيرجع لحياته الطبيعية تاني. لكن الأكيد إن مفيش رد فعل أعنف من رد فعل البرازيليين يوم 16 يوليو 1950، كارثة ماراكانا، ماراكاناسو، بعبع الشعب البرازيلي، واليوم الأسود اللي ما قدروش يتخطوه أبداً رغم فوزهم بخمس كؤوس عالم بعده. في سنة 50 رجع كأس العالم بعد توقف دام 12 سنة بسبب الحرب العالمية، ولأن أغلب دول أوروبا كانت مدمرة تماماً فكان منطقي أن البطولة تنظم في أمريكا الجنوبية عشان تستضيفها البرازيل. ويمكن البطولة دي اتلعبت بنظام غريب شوية ما تكررش في كأس العالم، لا قبلها ولا بعدها. الدور النهائي كان من دور مجموعات بين أربع منتخبات: البرازيل صاحبة الأرض، أوروغواي بطل أول نسخة في 1930، والثنائي الأوروبي إسبانيا والسويد. لكن وللصدفة فآخر مباراة بين البرازيل وأوروغواي كانت هتحدد بالفعل هوية البطل بينهما، عشان يبقى نهائي أمر واقع. الفرق بس إن البرازيل كانت هزمت السويد وإسبانيا، ويكفيها التعادل قدام أوروغواي اللي تعادلت مع إسبانيا وفازت على السويد. البرازيل كانت مرعبة، سجلت 21 جول في 5 ماتشات بس، منهم سباعية قدام السويد وسداسية ضد إسبانيا في المرحلة النهائية. جيل برازيلي قوي جدا بقيادة أديمير هداف البطولة برصيد 9 أهداف. وبعد عام واحد من كوبا أمريكا اللي كسبتها البرازيل بتسجيلها 46 جول في 8 مباريات بس، رقم يخوف. في المقابل أوروغواي تعادلت 2-2 مع إسبانيا وفازت في سيناريو قاتل على السويد 3-2، بل إن أوروغواي خسرت قدام البرازيل في كوبا أمريكا 49 بخماسية. كل الجوانب الفنية كانت بتصب في صالح البرازيل، ومش الفنية بس، إنما الجماهيرية أيضا. ملعب ماراكانا يوم النهائي شهد حضور 173,850 مشجع وفقا للسجلات الرسمية وعدد التذاكر اللي اتباعت، رقم قياسي في الحضور بمباريات كرة القدم لم يحطم حتى يومنا هذا. لكن لك أن تتخيل أن الرقم ده غير دقيق، لأن في آلاف المشجعين دخلوا الملعب يومها دون تذاكر، وبعض المصادر بتقول أن الحضور الجماهيري يومها تجاوز 200,000 مشجع. وطبعا مع كل ما سبق ذكره ما كانش غريب أن البرازيليين يتملكهم الغرور. أنجيلو مينديش دي مورايش عمدة ريو دي جانيرو وقف يخطب في اللاعبين صباح المباراة: أنتم أيها اللاعبون، تفصلكم عدة ساعات عن التتويج بكأس العالم. الملايين من البرازيليين سيشهدون لكم بالإنجاز. ليس لكم منافس في الكرة الأرضية بأكملها، ستهزمون أي فريق. أعتبركم منتصرين بالفعل. أما صحيفة ساو باولو جازيتا سبورتيفا فعنوانت ليلة المباراة بي: غدا سنفوز على أوروغواي. بينما نشرت صحيفة أوموندو صباح المباراة صورة لاعبي البرازيل وكتبت: هؤلاء أبطال العالم. الوضع استفز أوبدوليو فاريلا قائد أوروغواي عشان يشتري عدد كبير من نسخ الجرايد البرازيلية ويدخل يفرشها في أرضية الحمام ويطلب من زمايله يبصقوا ويتبولوا عليها. وفي محاضرة المباراة خوان لوبيز مدرب أوروغواي طلب من لاعبيه التراجع للدفاع عن مرماهم أمام هجمات البرازيليين الشرسة، وقال لهم إن دي فرصتهم الوحيدة للفوز. لكن لما خرج من الأوضة القائد فاليرا قفل الباب وقال لزمايله: إحنا عندنا مدرب مميز، لكن النهاردة هو غلطان. لو تراجعنا للدفاع حننال نفس مصير السويد وإسبانيا. والأجواء كانت مرعبة في الملعب لدرجة إن خوليو بيريز لاعب أوروغواي تبول على نفسه خلال السلام الوطني البرازيلي. رغم كده قدرت أوروغواي تصمد شوط كامل، لكن مع بداية الشوط الثاني سجلت البرازيل هدفها الأول وانفجرت مدرجات ماراكانا صخبا عشان يظهر القائد فاريلا مجددا. فاريلا اعترض لفترة طويلة على الحكم بحجة وجود تسلل، كان هدفه إن يستنى لحد ما الجمهور يهدى. وبالفعل أول ما الجمهور هدي خد الكرة وحطها على دايرة السنتر وبص لزمايله وقال لهم: الآن حان وقت الفوز.
مش مفهوم اللي حصل في اللحظات التالية. لاعبو أوروغواي تحولوا للهجوم بشجاعة وكشفوا نقاط ضعف البرازيل الدفاعية. في الدقيقة 66 انطلق ألسيدس جيجيا من ناحية اليمين، واحفظوا الاسم الصعب ده كويس، وعمل عرضية قابلها اخوان ألبرتو سكيافينو في شباك البرازيل. المشهد اتكرر في الدقيقة 79، جيجيا منطلق من ناحية اليمين تاني، لكن المرة دي وبمكر مبالغ ما عملش عرضية، بل سدد في الزاوية الضيقة لمواسير باربوزا حارس البرازيل. باربوزا كان فاكر ان جيجيا هيعمل عرضية وساب الزاوية الضيقة مفتوحة، قرار هيندم عليه طول حياته. الكرة سكنت شباك البرازيل وكأن نيزك نزل على ملعب باراكانا. هدف كان تأثيره قاتل حرفيا، لأنه تسبب في وفاة 3 مواطنين في أوروغواي جنب أجهزة الراديو بأزمات قلبية. الصدمة كانت شرسة، البرازيليين ما قدروش يستحملوا، لدرجة أن في حالتين انتحار اتسجلوا في الملعب بين الجمهور. الناس خرجت تجري في الشوارع دون وجهة، البلد غرقت في الدموع، الأغاني اللي كانوا مجهزينها عمرها ما اتعزفت، والألعاب النارية عمرها ما انطلقت. الكاتب البرازيلي نيلسون رودريغيش بيقول في محاولة لوصف اللي حصل يومها: كل الأمم عاشت كوارث غير قابلة للعلاج، مثل هيروشيما بالنسبة لليابان. كارثتنا نحن في البرازيل، هيروشيما الخاصة بنا، هي كارثة ماراكانا. أما جيجيا بطل كارثة ماراكانا، فقال تصريحه الشهير: فقط 3 أشخاص نجحوا في إسكات ماراكانا، فرانك سيناترا والبابا جون بول الثاني وأنا. الهدف تأثيره كان عنيف جدا على البرازيل، قسم حياتهم ما قبل وما بعد كارثة ماراكانا. اتمنوا لو اليوم ده يتمسح من حياتهم، لدرجة أن منتخب البرازيل غير لون قميصه من الأبيض إلى الأصفر بعد الهزيمة دي. وزي أي هزيمة دايما في حد بيشيل الليلة، في الحالة دي كان باربوزا حارس المرمى اللي تعرض لنفي مجتمعي شرس. الصحفي روبرتو مويلايرت كاتب مذكرات باربوزا شبه هدف جيجيا بالرصاصة اللي قتلت جون كينيدي رئيس أمريكا، مع الفارق أن الرصاصة كان مصدرها بندقية وكرة الهدف كان مصدرها قدم جيجيا اليمنى. وفي آخر أيام حياته عانى باربوزا من مشاكل مادية كبيرة، وبالكاد كان بيقدر يدفع إيجار شقته. وسنة 2000 قبل وفاته بوقت بسيط صرح: أكبر عقوبة في البرازيل هي السجن ل30 عاما، لكني أدفع ثمن شيء لم أكن مسؤولا عنه طوال 50 عاما. توفي باربوزا ومرت السنين، واستضافت البرازيل كأس العالم تاني في 2014 ومصيرها ما كانش أفضل. المرة دي ما كانتش كارثة ماراكانا، وإنما كارثة مينيرو، 7-1 قدام ألمانيا، فضيحة كروية هزت الشارع البرازيلي، عشان تخرج تريزا ابنة الراحل باربوزا وتصرح بعد 64 سنة: اليوم نال والدي براءته، لقد طهرت روحه أخيرا. العجيب إن كل اللاعبين اللي شاركوا في كارثة ماراكانا توفوا واحد ورا التاني، باستثناء ألسيدس جيجيا اللي فضل عايش لحد سنة 2015. وعارفين يوم وفاته كان ايه؟ ايوه بالظبط، 16 يوليو، في الذكرى 65 للكارثة اللي صنعها بقدمه اليمين.